مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من الدوحة الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أستاذ يعني فضل، بداية أهلا بك في هذه المساحة الإخبارية المتواصلة لتغطية آخر التطورات في لبنان. في سياق الوضع الإنساني، برأيك إلى أين يتوجه المشهد الإنساني في لبنان اليوم بالتوازي مع هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر حتى هذه اللحظات؟ يعني نحن شفنا انه عمليات الاستهداف الواسعه ادت لعشرات الاف النازحين بلبنان، وايضا هناك الضحايا من المدنيين من قتلى ومن جرحى. وبالمناسبه بين هؤلاء الضحايا يعني في سوريين، نحن وثقنا حتى الان تقريبا مقتل 60 مدني سوري بالغارات قوات الاحتلال الاسرائيلي على لبنان ضمن الاراضي اللبنانيه. الآن في قسم كبير من هؤلاء النازحين أيضا هن سوريين، كان في أعداد كبيرة جدا من السوريين موجودين بالجنوب اللبناني، الآن قسم منهم عاد إلى سوريا. هون نحن في يعني تقريبا عم نحكي عن حوالي 35 ألف، مو رقم بسيط أبدا. يعني إذا هدول اللي رجعوا على سوريا فما بالك بحجم النزوح داخل لبنان. هلأ في عنا نحن بدأنا نرصد حالات ل انتهاكات تعرض لها هؤلاء النازحين اللي رجعوا. أبوأ الانتهاك هو في تمييز عنصري من النظام السوري تجاههم، بينما سمح للبنانيين بالدخول. يعني بالعادة الدول بتميز لصالح مواطنيها، هذا بكل العالم بيكون لهم، حتى بالدخول مثلا بجوازات السفر وقت الختومات بيكون مواطني الدولة هون وبقية الدول هون، وهكذا بكل القوانين بكل الكرة الأرضية. النظام هون عم يميز ضد المواطنين، لأنه بيسمح لكل، مو بس للبنانيين، يعني للكل اللي مسمح له يدخل سوريا بدون فيزا بيدخل، بس المواطن السوري بده يدفع 100 دولار، وهدول النازحين يعني هن عايشين يعني بحالة من الكفاف الشديد، وربما بعضهم بحالة من الفقر الشديد، وخاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص أو 5 أشخاص. هون عم نحكي عن مبلغ بالنسبة لهم، فهذا انتهاك بحقهم. حتى وقف يعني قعدوا باتوا على الحدود. هلأ في قسم منهم لما دخل بدأت عمليات التحقيق معه. النظام هو بينظر لكل شيء طلع برا سوريا، وخاصة إذا قعد سنوات، إنه هذا بمثابة عدو له. ورصدنا حالات اعتقال تعرض لها البعض، وأيضا حالات من التجنيد. ونحن راح يعني نصدر تقرير حول هذا الموضوع تحديدا بالايام القادمه. طيب استاذ فضل، اذا انتقلت المواجهه ما بين اسرائيل ويعني اذرع الميليشيات الايرانيه في سوريا، هنا الوضع الانساني يعني سوف يتفاقم اكثر من اللازم بالنسبه للسوريين. ما نعم طبعا، تداعياته؟ في مشكلة بهي الميليشيات الإيرانية، وهي الأساسية اللي عم تعاني منها كل الدول، هي التواجد بأحياء سكنية. يعني هي مقدمة يعني حمايتها على حماية المدنيين بشكل أو بآخر وبشكل كبير كثير، وهذا للأسف هن عم يوثقوه ضد حالهم. يعني عم بحكي هون من نواحي قانونية، يعني بتلاقي عم يصوروا انه الصاروخ طلع من هي البنايه، ما هي بنايه مدنيه، كيف ما عليها ولا شيء بيرمز انه هي عسكريه. وهذا اتاح الفرصه للقوات الاسرائيليه، ودائما بنلاحظ بالخطاب الاسرائيلي، طبعا ما عم نبرر، لانه يعني كمان قوات الاحتلال الاسرائيلي هي ارتكبت انتهاكات، انه هذا الاستهداف هو غير مميز وغير متناسق، هذا امر اخر. ولكن كمان اذا كان في قوات مقاتله تواجدت ضمن مباني مدنيه، مساجد، كنائس، أسواق، أحياء مدنية، أيضا هذا انتهاك، وهون عم يعرض المدنيين للخطر. وبالتالي إنه هذا هو تخوف حقيقي، لأنه هذا لاحظناه أيضا داخل سوريا بشكل كبير كتير، وأيضا حتى في لبنان وفي غير مناطق، يعني بمختلف المناطق. هذا عم يعطي ذريعة للقوة المهاجمة. طبعا هي القوة المهاجمة لازم، بالرغم هذا ما بي مو يعني كارت أبيض مفتوح، لا، القانون الدولي واضح إنه هي لازم تدرس هي الهجمة وتشوف مدى تناسبها. منقول نحن لازم تكون متناسب حجم الهجمة مع الأضرار الجانبية، ولكن نحن اللي عم نلاحظه أنه الهجمات هي أكبر بكثير، ولا يتم تبريرها بشكل أو بآخر بشكل كبير من الهجمات. لكن هذا هو التخوف الأساسي من قبل هي الميليشيات. الأمر الآخر أنه هي الميليشيات في حال
تواجدها بسوريا أو انتقال قسم منها لسوريا، نحن بنتمنى أنه العكس، أنه بعد هاي الضربات الكبيرة لحزب الله في يعني يعني إذا نحن بدنا نطلع من التحليلات العاطفية اللي عم نشوف أغلبها حتى للأسف من قبل محللين عسكريين، ما بعرف مدى مصادرهم أو اطلاعهم على التقنيات الحديثة، ربما عم يحللوا من عقود سابقة، فمنلاقي إنه حقيقة الحزب تعرض إلى ضربات يعني شبه قاسمة، ما بس من ناحية القيادات، الصف مو بس الصف الأول والثاني، لا حتى الصف الثالث، نعم. وحتى يعني بدأ من الأعلى إلى الأسفل. ما بدي أتوسع بهذا الموضوع، فنحن اللي يعني كنا بنأمل إنه يكون في يعني انسحاب من الاحتلال هاي الميليشيات الإيرانية وقوات حزب الله من أراضي سوريا واسعة. وهون أنا بدي أحكي عن نقطة مهمة، يعني هيدا النقاش اللي عم يدار بشكل محموم على صفحات التواصل، نعم. هذا يعني في أحد أسباب الخلل الأساسية فيه، وبكل أسف وحزن عم بحكي أنه هو ما في اطلاع على مدى الانتهاكات اللي مارستها الميليشيات الشيعية وبشكل خاص حزب الله في سوريا، نعم ولكن بمختلف أستاذ الميليشيات فضل، الشيعية. لتوضيح هذه النقطة تحديدا والانتهاكات التي مورست بحق السوريين في الداخل السوري من قبل هذه الميليشيات، سوف نناقش هذه النقطة أستاذ فضل باستفاضة. مشاهدينا، ننوه عن هذا الخبر العاجل نقلا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقول أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار فورا في لبنان. إذن تصريحات أمريكية جديدة تأتي على لسان هرم السلطة الأمريكية، جو بايدن الرئيس الأمريكي يقول بأنه وجب إنهاء وقف إطلاق يعني هذه الحرب وهذا التمادي وهذا التصعيد الإسرائيلي اليوم على لبنان، سواء كان في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية في بيروت. هل تستطيع اليوم واشنطن فرض أمر واقع جديد وضغوطات جديدة على نتنياهو؟ أنا أعتقد أو أشكك في هذا الأمر. هذا القرار حقيقة هو معاكس للرغبة الإسرائيلية. نتنياهو الآن يجد فرصة بزيادة الضغط على حزب الله لكي لا يرتب صفوفه، وأيضا هو خرج من مجموعة من الضربات الناجحة التي يعتبرها أنها تؤهله لمزيد من التقدم. ولهذا نحن أمام أمرين، إما أن جو بايدن يريد أن يدخل الانتخابات بمنطقة أكثر هدوءا وبعيدا عن الحرب، أو أن هناك صفقة جرت ما من أجل وقف يعني أو استجابة لبعض الشروط الإسرائيلية والعمل على وقف العدوان. أنا أتوقع أن نتنياهو غير معني بوقف الحرب، وحتى لو كان هناك استجابة لبعض المطالب والشروط الإسرائيلية سيحاول استحداث مطالب جديدة. لو سألنا سؤال، ماذا يريد نتنياهو؟ ما هي أهدافه في الحرب في لبنان؟ أتحدث عن غزة. في لبنان أهدافه ثلاثة في مجملها، هو استسلام حزب الله أولا، فك الارتباط ما بين جبهة غزة ولبنان. الأمر الثاني عودة قوات حزب الله إلى جنوب الليطاني أكثر من 30-35 كيلومتر. الأمر الثالث اللي هو تفكيك القوة الصاروخية الهجومية لدى حزب الله، وهذا بالتأكيد هو يعني استسلام لحزب الله. ولهذا أنا أعتقد هل نتنياهو وصل إلى هذه المطالب من أجل وقف هذه الحرب؟ وحتى لو وصل إليها، نتنياهو الآن معني بغزو بري يسيطر فيه على جنوب الليطاني. الآن أنا أعتقد أنه سيراوغ نتنياهو مرة أخرى وسيحمل حزب الله مسؤولية عدم الالتزام وسيستمر في عدوانه. طيب رودي، نعود إليك مجددا. إذا رودي، الأنباء تتحدث منذ تقريبا 20 دقيقة بسماع دوي انفجارات في قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أمريكية في دير الزور. إذا رودي، يعني تفاصيل أوفى عن هذه الاستهدافات ومن وراءها. نعم، يعني كما ذكرت لك أمينة، يعني الهجوم نفذه فصائل عراقية تبنت هذا الهجوم. الهجوم كان مزدوج بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت تلك القاعدة، تم إسقاط بعض تلك الطائرات بحسب بعض المصادر من داخل دير الزور. قوات التحالف أسقطت بعض تلك الطائرات. هذه الهجمات ربما ستطال
يعني خلال الساعات القليلة الماضية في ظل التهديد المستمر لهذه الفصائل لجميع قوات التحالف والولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت بشكل علني تأييدها للهجمات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين. وهذه الفصائل يعني هي تقول بأن على الحكومة العراقية تأجيل إعلان انتهاء مهام قوات التحالف الذي أعلن قبل أيام إنهاء مهامه مع نهاية العام 2025. هذه الفصائل طلبت الحكومة العراقية بالتريث كونهم يعني يقولون بأن الولايات المتحدة هي شريكة أساسية في هذه الجرائم بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني. أيضا على الصعيد الداخلي كانت هنالك اليوم مظاهرات حاشدة في عدد من المحافظات العراقية، لحد الآن لا تزال المظاهرات مستمرة في المنطقة الخضراء بالقرب من بوابة الجسر المعلق في المنطقة الخضراء. بعض المتظاهرين يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء لاقتحام السفارة الأمريكية في هناك. حصل اشتباك وتلاسن بين القوات الأمنية في تلك المنطقة، وأيضا المتظاهرين تم رشقهم بخراطيم المياه. أيضا بحسب بعض المصادر المقربة من الحشد الشعبي، نزلت قوة أمنية من الحشد لحماية المتظاهرين. ولا تزال هنالك المظاهرات في بعض المحافظات الأخرى ككرباء وديالى والبصرة وميسان وزيقار. هذه المحافظات كلها الآن تشهد مظاهرات غاضبة احتجاجا على مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. أيضا كان هنالك يعني بعض المحافظات أعلنت الحداد ليوم أمس وتعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات كزيقار وديوانية وأيضا بابل. أيضا كان هنالك وزارة يعني وزير الخارجية العراقي أيضا كان قد أعلن الحداد لمدة 3 أيام، ومثله أيضا زعيم التيار الصدري أعلن الحداد لمدة 3 أيام حدادا على مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. كما ذكرت هنالك غضب كبير في الشارع العراقي الآن، لحد الآن لا تزال هذه المظاهرات مستمرة وسط انتشار أمني كبير في عموم هذه المحافظات العراقية، خاصة في المنطقة الخضراء التي تشهد الآن يعني تلاسن واحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين الغاضبين الذين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية التي تشهد يعني حالة تأهب قصوى. جميع القواعد العسكرية سواء كانت في داخل الأراضي العراقية أو في سوريا أيضا في منطقة الخليج بحسب ما ذكرته بعض المصادر هي في حالة تأهب قصوى خوفا من هجمات قد تطال تلك القواعد من هذه الفصائل، وهو ما حصل لحد الآن في الهجوم الذي استهدف قاعدة حقل الكونيكو بالصواريخ والطائرات المسيرة. طيب أستاذ فضل نعود إليك مجددا، إذا كما ذكرت منذ قليل أستاذ فضل بأن هنالك حملة ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي على من يرفض يعني الاحتلال الإيراني المستمر والانتهاكات انتهاكات الميليشيات الإيرانية في سوريا. نستذكر معك أستاذ فضل ما قامت به هذه الميليشيات من انتهاكات بحق السوريين هناك. يعني بعتقد انا احد اسباب يعني الجذريه لهذا الخلل، يعني طبعا مفهوم انه حزب الله عم يقاتل العدو الاسرائيلي، ولكن بالمقابل ما في تفهم ولا في وعي، وهذا محزن جدا بحجم الانتهاكات اللي مارسها حزب الله بسوريا، وهذا محزن جدا حقيقة، لأنه يعني حتى الكتابات هي بتنم إنه هذا وعي غير موجود أو سطحي. البعض بيكتب إنه حزب الله ما عمل واقف مع النظام أو انتهاكات محدودة بتصير أو هيك، يعني هذا اللي عم بينحكى، ما وإنه مستغربين من ردة الفعل السورية الواسعة وهذا التحفظ السوري، إنه ليش يعني ليش ناس من درعا ومن حلب أو من الدير عم تحكي عن حزب الله، أو يعني في هذا الكتابات، أو إنه بعد طائفي ما طائفي بالسوريين فتحوا أبوابهم بال 2006، ما في هذا، مش موجود البعد، هو بعد. ونحن نشرنا تقرير ب 23/1/2015 وسميناه المجازر اللي ارتكبتها الميليشيات الشيعية في سوريا، وهذا مقصود، ولأنه ميليشيات شيعية هي توصيف يعني قانوني وليس توصيف، حتى هو مجرد توصيف انه هي تحمل هي الصبغه الطائفيه. وقبله طالعنا تقرير قلنا مين هي الميليشيات الشيعيه وتوزعها بال 2014، نحن عم نحكي عن 60 ألف مقاتل اجى لسوريا وقفوا جنب النظام، اول شيء هن وقفوا جنب نظام عم يقتل السوريين بشكل بربري، يعني هو هذا الحزب هي مشكلته، هو يعني قال انا انشئ ل
مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هون صار في تغير جذري بالوقوف إلى أحد الأنظمة البربرية المتوحشة بسوريا، مش نظام، ما عم نحكي عن نظام، والدخول المبكر جدا. هذا ما في هذا الوعي للأسف عند الغالبية العظمى من حتى إعلاميين يعني عرب للأسف الشديد، مو بس عم نحكي عن ناس عاديين. حزب الله كان موجود قبل يعني تقريبا بعد 5 أشهر، يعني في الشهر العاشر أو الـ11 كان موجود بدرعا، ما يعني كان هو أبكر من جبهة النصرة وجوده. الأمر الآخر، حزب الله مو بس موجود بالقصير أو بس على الحدود اللبنانية، إنه هذا اللي كان انتشرت بشكل واسع جدا، وتبرير إنه هو بس عم يحمي الحدود اللبنانية وتدفق اللاجئين والحدود. هو لا، حزب الله ارتكب، وهي التقرير موجود يعني ما عم ننشره هلأ، احكي أنا بشهر 1 2015 وقبله تقرير الميليشيات الشيعية بال2014، يعني من 10 سنين. حزب الله ارتكب مجازر أيضا، ما بس في نقطة هون مهمة تانية بدي أقولها، النقطة الثانية نعم أو نقطة تدخله السريع. النقطة الثانية هي في مجازر وانتهاكات ارتكبها حزب الله كحزب الله، وليس وقوفه مع قوات النظام السوري، ارتكبتها هاي القوات لحالها. ولهيك نحن قلنا هاي مجازر تحمل صبغة طائفية. وأيضا النقطة الثالثة، حزب الله كان عنده مراكز اعتقال خاصة فيه، هو اللي عم يعتقل، هو اللي عماله يقوم بعمليات التعذيب ويخفي قسريا مواطنين سوريين ويعذب حتى فيها نساء وأطفال. وبالتالي هذا اللي نحن عم نقوله، إذا في كم هائل من الانتهاكات اللي مارسها هاي المجازر، شو ولدت؟ ولدت أعداد هائلة من النازحين. نحن عم نحكي عن تقريبا 600 ل 700 ألف مواطن سوري، يمكن يوازي الحجم هلأ اللي عم يتشردوا من الجنوب، تشردوا من منازلهم نتيجة هجمات حزب الله. إذا فينا نعد بشكل سريع، بدرعا، القلمون، القصير، ريف حلب بشكل أساسي، أرياف حلب كلها تقريبا اللي كان فيها قتال مع النظام السوري، وأيضا ساهم بمعركة أحياء حلب الشرقية وبإدلب، ووصل حتى دير الزور حتى يكون في هذا الالتقاء مع القوات الإيرانية. يعني هو موجود بمختلف الساحة السورية، ما بس والله بريف دمشق وبالسيدة زينب وبدارية، هدول أنا ما ذكرتهم، هدول مفروغ منهم، يعني هدول ما ذكرتهم لأنه هذا هو اللي عم يصرح فيهم، لا، ولا بالقلمون. لا، هو امتداد واسع وتدخل كبير جدا، عم نحكي عن عشرات آلاف المقاتلين الموجودين بسوريا من يعني قوات حزب الله، يعني ربما يعني عفوا آلاف المقاتلين وليس عشرات الآلاف. الميليشيات الشيعية كلها تقريبا تقدر ب60 ألف، 60 ألف رقم مرعب، هذا جيش. ربما حزب الله يعني تقريبا بحدود الـ10 آلاف أو أقل بقليل مقاتل لوحده بسوريا، فارتكب عمليات قتل، اعتقال، تعذيب، أيضا إخفاء قسري، عنده مراكز احتجاز وأيضا تشريد قسري. التشريد القسري تبعه انتهاك هو عمليات الاستيطان والإحلال، لحد الآن محتل المناطق هاي وطردت الناس من بيوتها، محتلها وقاعد فيها. يعني هذا هو حجم هائل من انتهاكات. لهيك مو بس انه هدول الضحايا اللي عم يحكوا من سوريين، وهذا اللي بدها يعني المفروض انه يكون في وعي اكبر. هن مو بس في ناس متعاطفه معهم، بس هدول لوحدهم اذا ما ناس هن حوالي 600 الف، هدول ضحايا الحزب المباشرين. اذا الناس بدها تتعاطف معهم من اصدقائه من كذا، فصرنا عم نحكي عن ملايين السوريين. فهذا حجم طبيعي من السوريين اللي هو يعني متضرر، وهدول الضحايا ما حدا فينا يزاود عليهم انه انتو هاي الميليشيات ارتكبت مع. طبعا ما عم هوني يعني كمان يعني في شغلات ما لازم نحن نحكيها او نوضحها، يعني موقف السوريين من القضية الفلسطينية انا يعني يعني طيب يمكن بيستحي الواحد انه يحكي فيه، او من الاحتلال الإسرائيلي، أو هاي شغلات ما، أو إنه حباً باللي قتل، ما هذا الكلام
يعني أستاذ سخيف، لا فضل، يستحق حتى النقاش. ابقى معنا أستاذ فضل. إذا مشاهدينا، الأنباء تتحدث عن استهداف إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية ببيروت، وتأكيدا لهذه الأنباء أو يعني للتأكيد على هذه الأنباء وهذه التفاصيل، مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من الجنوب اللبناني مراسلنا أحمد القصير. إذا أحمد، بداية أهلا بك، تفاصيل أوفى عن هذه الاستهدافات وهذه الغارة التي تتحدث عن استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت. طبعا قبل الضاحية منذ قرابة الساعة 12:20 كانت قد بدأت الغارات التي استهدفت الشويفات وصور والكورنيش الجنوبي في سور، وأيضا الأجنحة الخمسة في الشويفات، وكان هناك تجدد للغارات الإسرائيلية على محيط الضاحية. طبعا هناك كان تحذير من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية ومحيطها وسكان بقاع ومحيطها أن ابتعدوا عن الأماكن التي يتواجد فيها حزب الله أو فيها منشآت لحزب الله. طبعا وكان أيضا هناك خبر عن هيئة البث الإسرائيلية تطلب الدعم عسكري مستعجل، وتصريح الجيش الإسرائيلي منذ دقائق. طبعا ألا عندما يصرح الجيش الإسرائيلي يقول نحن نستهدف الضاحية، تكون هي خبر، تكون هي خبر عن عملية اغتيال. يعني صحيفة معاريف قال نفذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية هذه الأثناء، لم يتم ذكر الاسم حتى اللحظة. يعني هذه الأخبار التي تواترت عبر بعض الإعلام الإسرائيلي وأيضا عبر المشاهدات التي استهدفت الضاحية الجنوبية، وكان سابقا صباحا قد وجهت إنذارات إلى البقاع وإلى بعض سكان الضاحية، وقبلها كان هناك إنذارات لبلدة شبعة التي نعم تعرضت منذ أحمد، ساعة ننوه صباح إلى الغزاء هذا المتاعي. العواجل، ونقلا عن الإعلام الإسرائيلي والذي نقل بدوره عن الجيش الإسرائيلي بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف الآن الضاحية الجنوبية ببيروت. نعم، هذه الأخبار وردت الآن كلها آلاء، لكن لم يتم ذكر اسم أي شخصية تم استهدافها حتى اللحظة. طيب ابقى معنا أحمد. أستاذ إبراهيم، الآن هناك رشقات صاروخية بدأت من شمال من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، نسمع أصوات قذائف وقصف في هذه الأثناء في الجنوب اللبناني. لا يتسنى لنا تأكيد هذه الضربات أين ستكون. نعم أحمد، ننوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن مراسلنا أحمد القصير مباشرة من الجنوب اللبناني. مشاهدينا، رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني متجهة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذا أستاذ إبراهيم، نعود إليك، الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان ما زالت متواصلة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعني ذلك على الصعيد العسكري؟ هل هو رد؟ كما قلنا الآن لسنا في وارد الرد والرد المضاد، نحن في حرب مفتوحة يستخدم فيها الطرفين أقصى ما لديهم. ولهذا أنت لو لاحظت أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يركز على ضرب الضاحية الجنوبية من أجل منع حزب الله من ترميم نفسه وإعادة واستعادة قواه. اليوم نيويورك تايمز تحدثت عن مسؤولين إسرائيليين بعتقد بكلام مهم، قالت أن حزب الله ما زال يمتلك، هذا الكلام نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لنيويورك تايمز، أن حزب الله ما زال يمتلك القدرة على ضرب مدن المركز حيفا وتل أبيب وغوش دان بمئات الصواريخ يعني شديدة الانفجار في لحظة واحدة. أعتقد لو استطاع حزب الله فعل ذلك سيغير من مسار المعركة، وربما نشهد هذا في حال استعاد أو أعاد هيكلة نفسه وعين أمينا عاما جديدا واستطاع أن يكتشف نقاط الضعف الذي يعتمد عليها الاحتلال الإسرائيلي في توجيه الضربات. وأنا أعتقد أن حزب الله يعتمد الآن على
سياسة النفس الطويل في المواجهة، ولهذا لا يريد أن يلقي بكل ما لديه من أسلحة، وهو يحاول الآن استيعاب الضربة والصدمة الذي قام بها الاحتلال الإسرائيلي أو وجهها له الاحتلال الإسرائيلي عبر مجموعة من الاستهدافات المركزة والصعبة والقاسية، والتي لا أحدثت بلا شك يعني فراغا وإرباكا، ولكن هذا لا يعني أن كما قلت أن هذا يعني ضعف حزب الله أو نهايته، لا، ولكن بالتأكيد أن الضربات كانت مؤلمة خصوصا باستشهاد أمينه العام، ولكن الآن يبدو أن هناك محاولة لإعادة يعني ترتيب الصفوف وإعادة هيكلة المنظومة القيادية، ومن هنا تأتي هذه الصليات التي مستمرة والتي زادت كثافتها في الساعات الأخيرة. أستاذ إبراهيم، سوف نعود للحديث باستفاضة كذلك في نقطة ترتيب الصفوف ومن سوف يكون خليفة حسن نصر الله في رئاسة الحزب ورئاسة كذلك محور المقاومة. رودي، نعود إليك مجددا. رودي، ما تسمى بالمقاومة الإسلامية العراقية تقول بأنها على أهبة الاستعداد وحالة النفير القصوى من أجل استهداف أي مراكز يعني إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة. نعم أمينة، يعني قبل قليل يعني صدر قالت أحد التقارير بأن حركة النجباء لمحت إلى احتمالية استهداف المصالح الأمريكية، من بينها تنفيذ هجمات بحرية على مسارات الطاقة ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله، يعني بعد قالت بان اسرائيل قامت بكسر قواعد الاشتباك، وهذا الامر يعني اثار غضب هذه الفصائل المواليه، وانها قالت بانها ستستهدف القواعد الاجنبيه والمصالح الامريكيه، وانها امام سيناريوهات عده للرد على المصالح الامريكيه في المنطقه، وان يعني القوى العسكريه لما تسمى بالمقاومه الاسلاميه في العراق لحد الان لم تستخدم الا جزء بسيط منها، وانها مستعده لتنفيذ هجمات كما قالت هجمات بحريه تستهدف المصالح الامريكيه وايضا مصادر الطاقه في مختلف المناطق التي تتواجد فيها القوات الامريكيه، ايضا في العراق. يعني كما قلت لك يعني هنالك خوف وحالة تأهب وأنذار قصوى في عموم القواعد العسكرية التابعة للتحالف الدولي والأمريكية في داخل العراق، خوفا من تنفيذ هجمات قد تطالها من قبل هذه الفصائل. اليوم حدثت كما ذكرت قبل ساعات من الآن هجومين على قاعدة حقل الكونيكو في داخل الأراضي السورية، هجوم مزدوج بصواريخ وطائرات مسيرة، هنالك مخاوف من تنفيذ هجمات أكبر كما ذكرت لك. وكما قلت يعني بعض المصادر السياسية والمحللين قالوا بأن المقاومة الإسلامية في العراق ربما يعني ستزيد من هذه الهجمات على المصالح العسكرية الأمريكية في داخل العراق، وفي أيضا بعض الأهداف في داخل الأراضي المحتلة في فلسطين لتخفيف الضغط على الجبهة اللبنانية التي شهدت يعني منذ يوم أمس ضربات عنيفة استهدفت معظم القادة لحزب الله، وأبرزهم كان الأمين العام لحزب الله الذي قتل في الغارة الأمريكية على تلك المناطق. أيضا يعني بحسب المراقبين يعني ربما ستحصل يعني خلال الساعات القليلة الماضية هجمات أكبر تستهدف بعض المناطق في الأراضي المحتلة، وهو ما حصل يعني قبل ساعات من الآن هجومين على منطقة إيلات أم الرشاش في داخل الأراضي المحتلة بالطائرات المسيرة، وهو ما أعلن عنه أيضا الإعلام الإسرائيلي الذي قال بأن بعض هذه الطائرات يعني أصيبت في بعض المناطق وألحقت أضرارا في بعض المناطق في إيلات، وكانت تلك الطائرات مصدرها العراق. يعني كما ذكرت هذه الفصائل هي تتوعد الولايات المتحدة الأمريكية بالرد القاسي، وتتوعد إسرائيل بالمزيد من هذه الهجمات سواء كانت على القواعد العسكرية في داخل العراق أو في داخل الأراضي المحتلة. طيب رودي، يبقى معنا، نعود إليك مجددا. أستاذ فضل، أستاذ فضل، بالتوازي مع استمرار هذه الانتهاكات وهذه الغارات الإسرائيلية الحربية على الضاحية الجنوبية ببيروت، كيف يمكن قياس الوضع الإنساني اليوم؟ يعني أنا أعتقد أنه الوضع الإنساني هو في أوضاع كارثية على مختلف الأصعدة. أول شيء بدنا نقيس نحن استجابة المنظمات الإنسانية الدولية بما فيها المؤسسات الإغاثية، هي بالحقيقة مو على مستوى المطلوب أبدا. أنا عم بحكي هذا الأمر لعدة أسباب. اللي شايفه أنا يعني ربما يعني أنا شايف حرب طويلة الأمد،
التحضيرات لحماية المدنيين ولاحتضانهم هي ربما لا تتوازن مع هذا الأمر. يعني الاحتلال الإسرائيلي هو ما صدق ولا بكلمة واحدة من العام الماضي، من تشرين الأول العام الماضي 27 الأول حتى الآن، كله مماطلات وكله تمديد. وبالتالي يجب أن تكون الاستعدادات والتحضيرات أنه قسم كبير من هؤلاء النازحين هو ما أنه شغلة أيام، مثل يعني كانت كل الناس بتفكر أنه بموضوع بغزة عدة أشهر، والآن راح يمضى عام. ولا تحضير واحد بغزة على سبيل المثال كان بناسب هذا المخطط الزمني الطويل. أنا اللي شايفه أنه الحرب على جنوب لبنان هي راح أيضا راح تأخذ وقت وراح تطول، ما راح تنتهي فقط بقتل القيادات، لا، هي الأمر مستمر. وأعتقد التخطيط الإسرائيلي يعني أبعد من ذلك بكثير، ربما إنهاء الحزب بشكل شبه كامل، تحويله لحزب سياسي وإنهائه، تسليم سلاح بالجيش اللبناني وما إلى ذلك، وحتى ما عنده أي قدرة إنه هو يتخذ قرار الحرب ويعود ويرجع القرار للدولة اللبنانية وما إلى ذلك. وبالتالي ما في تحضيرات ولا في خطط مطروحة لاستقبال النازحين على المدى الطويل، بمعنى مخيمات، تأسيس مخيمات طويلة الأمد، بمعنى أيضا تأكيد عدم استهداف المطارات وضمان ذلك، وأيضا وضع النازحين حتى على الحدود اللبنانية السورية، هون أيضا لازم يكون في خيم. وأيضا لازم هون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تلعب دور أكبر، بمعنى تشوف الحالات اللي عم ترجع، شو الانتهاكات اللي عم تتعرض لها قبل طيب الهجوم. أستاذ بدي أقول فضل، أنا إنه بالحديث قبل عن دور الهجوم، المنظمات الدولية وعن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حتى هذه اللحظات لم تصدر أي بيانات، سواء كان يعني على صعيد الوضع الإنساني المتأزم، ناهيك عن عدم إعلان الحكومة اللبنانية اليوم أي حالة طوارئ حتى على الصعيد الإنساني. صحيح هذا كارثة. الحكومة اللبنانية في حالة غياب تام، كأنه ما عم ما لي يصير، يعني يجب أن يكون هناك استنفار كبير جدا. يعني إذا نزح نصف مليون أو 700 ألف حتى إلى داخل لبنان، قسم منهم ما قرر يروح على سوريا لأن الخدمات في سوريا يعني كارثية أيضا. يعني وبالتالي داخل استيعابهم داخل المناطق اللبنانية الأخرى هذا بده تحضير هائل، ويجب على الحكومة اللبنانية أنها توجه نداءات استغاثة ويكون في خطة طوارئ عاجلة. هذا اللي نحن ما عم نشوفه، ما هي حالة يعني في حالة أنه السيناريوهات عم تنحط كلها قصيرة الأمد، وهذا أنا أبدا للأسف ماني شايفه. يجب أن يكون تحضير أنه هذا النزوح قد يمتد يعني بالحد الأدنى إلى بضعة أشهر حتى الناس تقدر ترجع على بيوتها، لأنه طبعا هي نزحت مثل ما حكينا، هذا في بعض الاستهدافات هي استهدافات عشوائية نعم غير مبررة، وحتى الاستهدافات اللي مو عشوائية هي عم تكون واسعة كبيرة جدا، عم نشوف أبنية كاملة على النهار وما إلى ذلك. وبالتالي الاستعدادات على الصعيد الإنساني هي غير كافية أبدا، لا النازحين السوريين هذول كمان اللي بدهم ينزحوا لمناطق أخرى جوا لبنان، هذول كيف بده يكون التعامل معهم؟ لأنه تقريبا ثلث عدد السكان بلبنان هن سوريين، طيب وبالتالي كمان هون ما عم نشوف نحن ولا استجابة، صفر للأسف الشديد.